مساء الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. حبايبي اليوم الفيديو تبعتي رائع رائع جدا، لاي اخت تبحث عن نظارة او تبحث عن اشراقة للبشرة، وصفة كاملة مكملة 100% ان شاء الله تنفع لتبييض ول الكلف والنمش ولأي أخت عندها تصبغات ببشرتها، إشراقة ونضارة ونعومة، إن شاء الله راح تشوفين هذا الشيء من أول استعمال. الطريقة تبعته سهلة وبسيطة وإن شاء الله تنال رضا الجميع. الوصفة تبعتنا راح تكون من الطماطة، وقبليها طلعت لكم وصفة من الطماطم وحكيت لكم راح نسوي وصفة من قشور الطماطم، وهاي هي قشور الطماطم اللي حكيت لكم عنها. ترى هي مش فلفل، هي تبين بالكاميرا ظنيت فلفل بس هي طلعوا هذه قشور الطماطم. كيف سويت انا قشور الطماطم؟ انا جبت الطماطم وشفت طلعوا، طبعا هاي السكينه مش منيحه، هسه اجيب لي وحده. طلعوا هيك قصيتها هيك، شوفوا هيك، يعني مو كلش خفيفه ولا كثير خميله، هيك قصيتها، ما قصيتها كثير خفيفه هيك، لا شويه اخذت هيك، طلع شويه اخذوا عشان بسرعه تنشف معاكم، شويه هيك اخذوا من الطماطه هيك. اخذتها كلها قشرتها حبايبي، وشو سويت فيها؟ خليتها على الشمس. هذا طبعا الحكي اللي معي من اول ما فتحت القناه، انا حكيت لكم سووا الطماطم وبعديها نسيتها الصراحه، زين، فاللي سويتها معي هذه هيك تظل عندكم سنتين وثلاثه وما عليها اي شيء. طيب اليوم اجى يعني وقت الطماطم، طيب كيف راح نعملها ماسك للبشره؟ راح نعملها بطريقتين ورائعه جدا. اللي حابه تسويها طبعا الطماطم تعتبر انا اعتبرها كشلون تقولون، في ناس يدوروا مثلا شاي الاخضر، نقول البابونج، الشغلات، انا بحب الطماطم بهاي الطريقه كمان كثير حلوه. راح ناخذ حبايبي الطماطم، اذا لقيت وفي بعد شوفوا هاي الحبه اللي عندي ما خربانه، من هون صايره سوداء، زين هيك طلعوا ها، وهذا نكبه، طلع هذا اللي ناخذه، شوف تقريبا هي مو كله، شويه صاير من عنده هيك معي. راح ناخذه ونطحنه، حتى على فكره بالمدق يندق بكل سهوله، ما في اي مشكله من ناحيته، بسرعه يندق معاكم طيب بكل سهوله. وراح نطحنه بالمطحنه حبايبي زي ما انتو شايفين، طحنه كتير بسيط وسهل وما بيغلف ابدا. وحبايبي بعد ما تطحنوه طلعوا فيه يطلع لكم كتير ناعم مثل البودرة. طيب تقدرين اول اشي عشان شو نقول ناخذه مثل البودرة هيك، وراح نصفيه طيب عشان نحصل بودرة الطماطم هيك. هذا كمان تقدرون تعيدون عليه وتسووه، كمان تقدروا تعيدوا عليه، كثير حلوة هاي الوصفة لأي أخت حابة تعملها معي، كثير حلوة. راح أسويها على مرحلتين، أول مرحلة راح تكون سهلة وبسيطة وإن شاء الله كل الخوات تقدرون يعملوها، كثير سهلة. أول إشي حبايبي راح آخذ ملعقة، طلعوا من اللبن وقليل من البودرة تبعت الطماطم وأخلطها، طلعوا هيك أخلطها مع قليل جدا، طلعوا مع قليل جدا من شو، زيت الليمون. زيت الليمون أنا سويته معاكم 100%، زيت الليمون مع هيك ملعقة صغيرة من زيت الليمون. لا تستهينوا هاي الوصفة كتير حلوة رائعة جدا للبشرة. هذه هيك، هذه أول خطوة، تاخذين هيك، طلعوا حبايبي، تاخذين هيك وتبدين تسوي هيك، مشي على طبعا وجهك رح يصير وردي كتير حلو لامع، بيزيل إن شاء الله جميع الكلف والتجاعيد. وهيني حبايبي رجعت لكم بعد ما حطيتها بحمام ماي، طلعوا كيف صار هيك. هون خلطيت اللبان الذكر وهو كولاجين طبيعي جدا للبشره، وبيغذي وبيرطب
ويزيل إن شاء الله جميع التجاعيد. رائع جدا لبان الذكر للبشرة. بحالة ما عندك لبان الذكر مو ضروري حبايبي تقدرين، بس واللي ما عندها وحابة تعمله كمان معانا طيب، بتقدرين تخلين الماء الطماطم، يعني ماء الطماطم مع النشا وتعمليه كمان كتير حلو، كثير حلو ماء الطماطم مع النشا. هيك حبايبي زي ما انتم شايفين، يعني تاخذين ماء الطماطم مع النشا وتسويه وتحطين لبان الذكر مع هذا حبه زين وتسويه هيك زين. هسه ايش راح نضيف له؟ راح نضيف له ملعقه وسط من زيت جوز الهند. زيت جوز الهند رائع جدا، راح نضيف له ملعقه وسط من زيت جوز الهند ونضل نحرك. بالنسبه للبشره الدهنيه مو ضروري، تقدرين تضيفي له عصره ليمون، عصره ليمون تضيفي له زين، عصره هيك من الليمون. بالنسبه للبشره الجافه تضيف له زيت جوز الهند او زبده الشيا عليه كتير حلو. طبعا هون شوفوا احنا شو سوينا فيه، وراح نعمل كمان شغله كتير حلوه طريقه استعماله راح تاخذيه وهيك. طيب كيف يا ام يوسف راح يستعمل ذني؟ نقدر نستعمل احنا لانه للبشره اللي قلنا شراقه نضاره نعومه كتير حلوه. تقدرين تعملين بس هذه، تقدرين تعملين هاي الطريقه وتقدرين تعملين اول اشي هاي وثاني اشي هذه، يعني تسوين اول اشي هاي الوصفه وبعدين ثاني اشي هاي الوصفه وتسيبيها هيك تفرشيها على بشرتك وتسيبيها مو اقل حبايبي من نصف ساعه وهي بالبشرة، العفو على البشرة. رائعة 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 جدا هاي الوصفة بالنسبة لأي أخت حابة تستعملها للبشرة. طيب في طريقة كمان كثير حلوة، راح ناخذ ملعقة صغيرة حبايبي من قشور من البودرة تبعت الطماطم، ملعقة صغيرة من شو بودرة الطماطم. بودرة الطماطم قلت لكم رائعة جدا للبشرة. اللي تحب تضيف زيت الزيتون، يعني نقول نضيف لها على الملعقة الصغيرة 4 معالق أكل من زيت الزيتون، وراح نخلطه هيك. طلعوا الطماطم مع زيت الزيتون، طبعا هذه فظيعة لأي أخت حابة بتزيل جميع انواع التجاعيد. طلعوا للزيت جميع انواع التجاعيد، رائعه جدا هاي الوصفه. بعد طلعوا هيك وتحطيها على البشره وتدلكي فيها بشرتك كل يوم، تقدرين تنامين فيها ولحد ما تصحين الصبح كل يوم حبايبي اللي عندها كلف تستعمل هذه الطريقه. طبعا خليني احكي لكم شغله بالنسبه لهذا الزيت، قبل ما تجين بسرعة تستعمليه سيبي مو أقل حبايبي من يوم كامل، أو تسويه بحمام مائي، يعني لو سيبي يوم كامل بالمطبخ هيك عندك، شلون هسان هيك حاطته قدامكم، لو تحطيه يوم كامل عندك بالمطبخ سيبي، أو تسوي له مرة واحدة حمام مائي أو حمام مريم. زين بعد ما سويتي الحمام بعديها تجين بس هيك تاخذين حتى تحت العين على البشره كلها، رائع جدا. اللي حابه تقدر كمان تضيف له شلون نقول فد ملعقه اكل من زيت جوز الهند، اللي حابه كمان تقدر تضيف له قليل من زيت الليمون، هذا كمان كله، يعني لا تخافون ما راح تخرب وصفاتنا، كلها وصفات طبيعية 100% من المطبخ، يعني ما جبنا اشي من برا، كله 100% من المطبخ وموجود عندنا بالبيت، ما قاعدين نجيبه شلون نقول نشتريه من مواد طبيعية. هذا الزيت رائع جدا حبايبي لأي أخت عندها كلف، عندها نمش، عندها تصبغات، كثير حلو هذا الشيء. شوفوا من قليل جدا من الطماطم احنا سوينا زيت رائع جدا للبشرة، عملنا يعتبر كريم للبشرة، عملنا ماسك كثير حلو. نقدر نصحى الصبح نسوي بهذه، بعدين وراها بساعة هذه، وهذا نقدر نعمله بالنهار ونقدر نعمله بالليل قبل ما تنام. قبل ما نبدي بالوصفة وقبل ما نقعد نتفنن فيها 3 وصفات لازم نعرف
بشرتنا ما بتتحسس نهائيا من بودرة الطماطم، مع انه البودرة افضل شلون نقول من الطماطة نفسها. اذا انت تتحسسي بشرتك من الطماطة، في كثير خوات تتحسس بشرتهم من الطماطم. هذا هون تقدرون كمان تضيفوا له اذا حابين بضع قطرات او كبسولة من فيتامين اي عشان نعزز هذا شو اسمه، نقدر نستعمله يوميا، راح ينطي للبشرة هيك لون كثير حلو. هذا هو اليوم حبايبي الفيديو تبعتي، اتمنى انه نال رضا الجميع، اتمنى منكم حبايبي انكم تعملوا لنا لايك وشير واشتراك ودائما تنشروا الفيديوهات تبعتنا. واللي حابه تزورني اهلا وسهلا فيكم على الانستغرام عشان تعرفوا كل شيء جديد عندي راح ينزل، هو يكون عرضه على الانستغرام عشان احكي لكم شو راح ينزل على قنواتي الاولى او الثانيه. هيك حبايبي انا كملت الفيديو، بالنسبه لهذا حبايبي ظل عندك ما يخرب لمده شهر، اما ذول مدة 4 ايام وتتخلصي منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.